استقبلت دار الأوبرا المصرية ندوة صالون كلام في السينما مع المخرج السينمائي أشرف فايق للاحتفال بذكرى ميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين 98، والتي حملت عنوان الأستاذ الذي سعت العالمية لأفلامه، بحضور عدد كبير من المخرجين ونخبة فنية عاصروا يوسف شاهين علشان يتكلموا عن علاقتهم بشاهين وتاريخ السينمائي. سعادتي بالتعرف إلى الإنسان يوسف شاهين كانت يعني إن لم تكن تزيد فهي تعادل سعادتي بالتعامل معاه كفنان، لأنه كإنسان كان طاقة إنسانية عظيمة جدا جدا جدا. أنا خلت بيته كذا مرة، عمري ما شفت حد بيقدم لي حاجة، هو اللي كان بنفسه يقوم، هو اللي يعمل الشاي، هو اللي يعمل كيكة صغيرة كده ويجيب لك يقطع، يعني شيء في منتهى التواضع وفي منتهى الإنسانية. طبعا غير بقى الحوارات الفكريه اللي تمت، لانه الاغنيه كانت بتستغرق منها كتابه الاغنيه، ممكن نقعد شهرين وثلاثه نكتب في الاغنيه وطول الوقت على يعني على اتصال عشان يعني عشان الاغنيه تبقى جزء اصيل من السيناريو. استاذ اي حد يقرب منه لازم ياخد من اشعاعه حاجه بتفيده في حياته كلها، فذكرى ميلاده هتظل موجودة زي أم كلثوم، الهرم ده موجود في الغناء، يوسف شاهين موجود في السينما والفن نفس المستوى يعني. وكل حد قرب من الأستاذ يوسف شاهين اتعلم منه حاجات كتير واستفاد منه حاجات كتير، كان مدرسة لوحده. يوسف شاهين واحد من الناس اللي بيهتم بالتكوين لدرجة كبيرة جدا، مفيش شوت ما بيتزبطش بعينه أولا على الكاميرا، مش من المخرجين اللي يحدد بس كده الشوت شكله إيه وخلاص، لا ده هو بيقعد على الكاميرا يظبط الشوت قبل مدير التصوير، وبيهتم بتكوين وحركة الكاميرا وحركة الممثل مع وعلاقتها بحركة الكاميرا. الأستاذ يوسف شاهين الحقيقة كان يعني لما بيجي يشتغل ما كانش بيحتكر فكره بس، يعني ما كانش بيقول انا بقول كده ولازم هو ده اللي يحصل، الناس فاكره كده، بس هو في الحقيقه كان بياخد وجهه نظر معظم العاملين في الفيلم، كان بيستفيد من وجهات نظرهم حتى لو عامل بوفيه، كان بيساله ويقول له ايه رايك ده كويس او الفكره دي كويسه، وياخد منه افكار بتساعده في شغله يعني.